اخواننا الاردنيين على ايش رايحين على المنسف؟ المنسف هو عباره عن رز محطوط عليه لبن جميد وملغوصه وهيك بصير الاكل فوق بعضه، يمكن اللحمه كمان معموله بسمنه معلم معلم سنه انت ايش حكيت؟ ايش مالك؟ شوفي بحكي انه المنسف عباره عن لغوصه مش اكل. المنسف لغوصه؟ لغوصه، ولكن تعرف عن ايش بتحكي؟ انت بتحكي عن مسلمات اردنيه، ولكن انت اذا مسكوك في المطار تاخذ اعدام لانك حكيت عن المنسف. ول 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 كل هذا عشان المنسف ابو اللهويس؟ ولك والله انت اللي ابو اللهويس، ولك اذا ما مسكت المنسف بايدك ودحبرتها انت بتفهمش اساسا. يا عمي خلينا لك الفهم يا فهيم، خلص روح روح بدي اسوي الحلقه تبعتي، روح يلا. انت ليش قلت لي عامل هذه الحلقه؟ عشان احكي عن الاردن والحياه داخل الاردن والتقاليد تبعتها. ولك بتحكي عن المنسف لغويص وجاي تحكي عن الاردن؟ ولك انت امعه قوم قوم من مكانك، قوم 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 قوم. طيب طيب قايم ليش معصب؟ قايم تعال تعال كمل الحلقه، روح نقلع، روح روح غبي، لا تسمع من هذا المشطوب. تعالوا أحكي لكم أغرب العادات والتقاليد اللي موجودة في الأردن وكيف أهل الأردن بيتعاملوا مع الحياة بشكل عام. والآن يلا نبدأ الحلقة. يلا نبدأ الحلقة. أبدأ أبدأ. أيها الشعب الأردني لا تكرهوني في هذه الحلقة لأني هطلع فضايحكم، بس برضو كمان هحكي عن عاداتكم الإيجابية. فيس خليكم معي بالحلقة. هذه الحلقة واحدة من أكثر الحلقات اللي أنا متحمس لها جداً، والسبب إن الأردن لها معزة خاصة في قلبي لأني إلي فيها ذكريات حياتي، أجمل ذكريات حياتي أيام الجامعة. لذلك دائماً الأردن لها هيك سبيشل مكان خاص في قلبي. بس قبل ما نبدأ لا ننسى الدعاء لأهلنا في غزة، سلام على شهدائنا الأبرار الأبطال المقاومين اللي أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. والآن يلا نبدأ. الأردن المكان اللي عشت فيه 5 سنوات، لذلك راح أحكي لكم خبرتي من خلال 5 سنوات اللي عشتها فيها بالأردن. هذه الحلقة ما حدا ساعدني فيها، لذلك كل إشي بحكي أنا بتحمل مسؤوليته الشخصية، أنا عشته وأنا شفته بعيني ما حدش حكالي. لما بتذكر الأردن بتذكر وادي رم، بتذكر جمال الطبيعة اللي فيها والسهرات الليلية على ضوء القمر أو النجوم، بتذكر فنادقها ومنتجعاتها الجميلة، بتذكر جرش والآثار اللي فيها، بتذكر البتراء وروعة المناظر اللي هناك، خاصة الخزنة اللي مشيت كتير عشان أوصل لها، بتذكر المدرج الروماني. الأردن بلد مليانة بالحضارة والتاريخ، لكن تركيز اليوم حيكون على العادات والتقاليد الأردنية. عشان هيك يلا نبدأ بالزواج في الأردن. مبدئيا العريس في الأردن قبل ما يتزوج لازم يلحس التراب حرفيا. ليه؟ لأنه ببساطة كل إشي على العريس. العروسة ما بتدفع ولا دولار واحد، كل إشي على العريس، حنة، خطبة، زواج، بيت، كل إشي على العريس حرفيا، حتى الكويفير على العريس. يعني الشاب الأردني عشان يفكر أنه يتزوج بده تقريبا 20,000 دينار، أي ما يعادل 27,000 دولار. المصيبة وين؟ أنه دخل الفرد في الأردن من 300 ل 400 دينار، فالواحد عشان يتزوج بيحتاج أنه ياخذ راتبه لمدة 5 سنوات ما يصرف منه ولا شرن واحد عشان يقدر يتزوج. يعني لازم تستلم 60 راتب ولمدة 5 سنوات وما تصرف ولا شيء منهم عشان تقدر توفر هذا المبلغ. لكن اللي بيحصل في الاردن الواحد بيستلم راتبه اليوم بكره بكون مديون مش انه فلس، لا مديون عليه ديون كمان. فجد الشعب الاردني بيعاني جدا عشان يتزوج، ولا لما يتزوج احيانا بتجي لك وحده بتحكي لك بابا كان يعمل لي عيد الميلاد تبعي بماكدونالدز هم يكون ابوها بفكر ماكدونالدز محل اواعي اساسا. عشان هيك الشباب بيجيهم احيانا انفصام بالشخصيه لما بيتزوج وبيطلق، بيقول لك خلص حبيبي انا هذا المكان كله مش حدخله مرتاح، لا تقول لي تزوج ولا تقول لي طاعه ولا تقول لي فرح، خلص بيشيل فكره كله لانه عارف انه قاعد 50 سنة عشان يتزوج، وبالنهايه تزوج وطلعت له وحده حظ مش كويس فبلغي الموضوع كليا. عادي ممكن يعني يتحول جنس ثاني يغير ديانه، بس مستحيل يتزوج مره ثانيه، خلص انه ضيع نص عمره، مش مستعد ضيع كمان مره نص عمره في زواجه ثانيه. لكن اذا الله وفقه ببنت محترمه بتروح كبريه العيله تبعته لعيلته، وبتسمى هذا الشيء بجاهة، وبيبدا كبير العيله او ابوه للعريس يسال اهل العروسه شو مهركم يا عمي وعلى ايش. طبعا المهور بالاردن من 3000 الى 5000، هذا اخر شيء تركته عليها، ما بعرفش عاد في شيء بيقل وفي شيء بيزيد حسب الحاله وحسب يعني ظروف الناس. فبيبدا الرجال الكبير يحكي يا عمي كم مهركم، ف كالعادة بيجي يقول لك والله يا عمي أختها راحت بخمسة. شو يا عم جاي نشتري سيارة شو اللي راحت بخمسة أختها؟ عم سألك بنتك كم مهرها؟ والله يا عمي بنت عمتها راحت بستة. فبيصير العريس يقول يا عمي أنا شحات من شاب، الله ركز معي، بنتك كم مهرها؟ على قدي أنا أساسا يا عمي جايك ومخلي أمي تاخذ طرد مرأة عشان أقدر أدخل بيتك وتقدم لبنتك، ارحمني كم مهر بنتك؟ بالأخير بينطقها وبيصير يقول لك يلا يا عمي 5. فبيجي السؤال الثاني، 5
والشبكة علينا ولا عليكم؟ ويلا هون بيصير المفاوضات. لا، 5 وبدون الشبكة، 4 وبدون الشبكة، المهم تلبس الأخير إنه 5 والشبكة عليك أو 4 والشبكة عليك، يعني هي كمان 1000 دينار أنت لبستهم. فبيصير الأب يقول لك والله يا عمي أنا كل بناتي 5 والشبكة على العريس، بس هاي عشان صغيرة راعيناك فيها. فاش حالك داخل محل أواعي وآخر قطعة. طبعا إخواننا المصريين قاعدين بالزاوية حاليا وبيحكوا إيش؟ هل إيش بيتكلموا هدول؟ فلوس إيش اللي يعطوها للعروسة؟ لأنه عندهم ما في إيش اسمه فلوس للعروسة، خلاص هو بتجيب بيت وبتجيب عفش وانتهى الموضوع، أما فلوس كاش ما في، كبيرها ذهب يعني بس. أما موضوع إنه نعطيها فلوس، لا هذا الإشي مش وارد عندهم. المهم بعد ما يتفقوا على كل هذا الإشي بيتم قراءة الفاتحة على نية الخزوق، إيه قصدي على نية التوفيق. طبعا هون العريس بعد ما يقرأ الفاتحة بصير يقول وال 5000 دينار بدون شبكة، أنا أساسا جيبتي 5 ليرات وسارق القداحة من صاحبي، فيش معي مصاري، من وين تجيبوا هدول؟ وبيبدأ هم العريس من هذه اللقطة. الأصعب من هيك إنه بعد ما يقرأ الفاتحة فيش يومين ثلاثة ماكسيموم أسبوع بدك تكتب كتابك. طبعا برضو المصريين مستغربين كتاب ايه يا عم، لانه المصريين بيكتبوا الكتاب في ليلة الفرح تخيلوا. لا، في الاردن ممنوع، بدك بنتنا تقعد معها وتشوفها، ما في حبيبي، بدك تكتب كتابك. وهذه ايجابية وسلبية. ايجابية ان انت بتقدر تقعد مع البنت تطلع معها بعض الاحيان بس بوجود محرم، يعني في عدد تختلف من هذا. السلبية انه انت بتلبس يعني بعد اسبوع 10 ايام شهر شهرين ثلاثة ما يناسبك الموضوع، انت لابس كتب كتاب، فحيروح عليك المهر وحيروح الدنيا كلها. فقصة يعني إلها إيجابيتها وسلبيتها. خلاص كتبوا الكتاب والوضع تمام، يلا نخطط للخطبة. والخطبة طبعا بيلبسها العريس، والعرس بيكون عادة بعد 6 شهور، بعد سنة، سنتين، كل واحد حسب وضعه. وقبل العرس بيوم غالبا بيكون في إشي اسمه سهرة شباب. الصباح بيكون في غدا، وبالليل يعني سهرة للشباب، أو بيكون عشاء مع السهرة. طبعا بهذا الغدا أو العشاء بيجي الحدث الأعظم، ألا وهو المنسف الأردني. شوفوا مبدئيا أكل المنسف مش زي أكل أي أكلة في الدنيا، يعني عشان تأكل منسف لازم تكون مستعد نفسيا، قسما بالله ما بمزح بحكي جد. يعني أنت لو روحت في يوم من الأيام ولقيت بسطت بأهلك عاملين منسف، بتقول لمرتك الله لا يعطيك العافية فوق تعبك. ليش؟ لأنه أنت ما جهزتيني عن جد. المنسف لازم تجهز له قبل بيومين، قبل بثلاثة. ليش؟ لأنه موضوع مش موضوع يلا أي أكل. المنسف مختلف عن كل الأكلات. المنسف عبارة عن ديناميت راح تحطه داخل معدتك، فلو الجو حر المنسف ما بيتاكل، لو معدتك تعبانة صعب تاكل منسف، لو عندك شغل صعب تاكل منسف. عشان هيك الأردنيين بيعملوا منسف يوم الجمعة، لأنهم عارفين طول اليوم إجازة فبيقدروا يضبطوا حالهم. أما البنوك عاملين جمعة وسبت، لأن موظف البنك إذا غلط مشكلة فهم بعطول جمعة هياكل منسف، وبيعطوه السبت احتياط لأنه ممكن يصرف شيك بدون ما يكون عليه اسم بس لأنه أكل منسف. لهالدرجة المنسف بيخرب الحياة. المهم تبدأ أول شغلة بالمنسف، ألا وهي أنك بتشيل الشراك من عليه، وهو عبارة عن خبز، وبتحط إيدك ورا ظهرك اليسار، ممنوع تشيلها، ولو حدا شافك شايل إيدك يقول حط إيدك ورا ظهرك. هيك اتيكيت أكل المنسف، إيدك ورا ظهرك وبتاكل بإيد واحدة. وبتبدأ تصب لبن الجميد الكركي، واللبن بكون زي النار، وممنوع تشيل إيدك وأنت قاعد بصب لك اللبن. لا لا عادي، إيدك بتسيح مبدئيا، ممنوع تشيل ايدك، عيب يعني. مش فاهم انا ايدي قاعد بخسرها، اخسر ايدي عشان اكل منسف مثلا؟ وبيبداوا يشربوا المنسف. شرب يا معلم. والان مع اللحظه المنتظره، بتحط ايدك على اللحمه وبتحطها فوق الرز، وبتبدا يا معلم تدحبرها تدحبرها تدحبرها، وهو بتحطها في تمك. ولو نزل منك رز انت هيك فشلت الاختبار، انت هيك مش اردني، انت هيك عار على المجتمع، انت خاين، انت عالة، انت عالة على المجتمع، انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة، فاهم انا؟ وفي بعض الاحيان بيجي صوت من بعيد لواحد بيحكي بصوت واطي بدي معلقة، وهون بينظر الحضور اله بقرف واستنكار، واللي حواليه بيتركوه وبيتبروا منه وبيمشي من جنبه لانهم مستعرين منه انه كيف بتطلب معلقة عشان تاكل منسف. هل أنت مجنون؟ يا إخوان عادي، واحد بحب يأكل بالمعلقة. لا 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 لا، هذا الكلام عند الأردنيين مش مقبول. وبتتكرر هذه الخطوات والأكل إلى أن تنفجر مش تشبع، لأنه عن جد المنسف ما بيشبعك بيفجرك. وهنا يسكت العالم فجأة، وتبدأ التخمة، وتصبح الحياة بطيئة، ويبدأ فعل كل شيء سهل صعب جدا جدا، فقط لأنك تناولت المنسف. تماما زي ما حصل معي اليوم، أكلت منسف عشان أقول لكم كيف أنا لما أكلت المنسف. حاليا أنا بصور لكم وأنا مزهزه يا إخوان، هذا فعل المنسف. وبعد ما يأكلوا المنسف تبدأ الحفلة، وهنا في عادة بتصير
انا بكرهها، مش عارف ليش بيعملوها الاردنيين، الا وهي طلق النار. يعني والله العظيم الطلقه اللي راح تطلع راح تنزل، فيا اما تنزل على راس انسان، يا اما على سياره واحد تخرب له اياها، يا اما على بيت واحد. فليش هذه العاده؟ ليش؟ عن جد من كل قلبي بتمنى انه هذه العاده يبطلوها. اما العاده اللي بتمناها تكون موجوده وتضلها موجوده هي ليله العرس، الا وهي النقوط. عارف ليش نقوط؟ مصاري يا ابو. هذه عاده بكون حق القاعة مش مخلص، وقولوا للقاعة استنوا علينا بعد نقوط بحاسبكم، أو إنه العريس بيطلع فيها شهر عسل زي ما صار معي تقريبا. نقوط للي ما بيعرف هي عبارة عن فلوس بيعطوها المعازيم للعريس، تعبيرا منهم عن إنهم بحبوه وحابين يوقفوا معه. في ناس بتحط الفلوس تبعتها جوا كرت وبتكتب عليها اسمها وتضعيها عشان العريس لما يروق ويروح يفتح الكرت، هذا من فلان فلان يعطاني هذا المبلغ. يعني حركة حلوة صراحة، والكروت هذه غالبا بتضلها زي ذكرى للعريس وهيك. يعني هيك بنكون لخصنا عادات الزواج بشكل سريع. هسه خلينا ننتقل لعادات الشعب بينه وبين بعضه. للأمانة الشعب عنده ميزة احترام الكبير، هذه موجودة، وغالبا هذه راح تلاقيها عند غالبية العرب، هذه عادة دائما موجودة. مش بس احترام الكبير وبس، لا كمان احترام سائق التاكسي. لما تكون انت رجل وتركب جنب سائق التاكسي مش خلف، هذا نوع من الاحترام. يعني كرجل لازم تركب جنبه مش ورا، أما المرأة بتركب ورا، وهذول الحركتين تعبيرا عن احترامنا لسائق التاكسي. كمان في وسائل النقل العام صعب جدا تلاقي بنت واقفه وولد قاعد، لا دائما الشاب بقوم بقول للبنت اقعدي مكاني، لانه هو بطبيعه الحال بكون عارف انه اخته او امه بكره راح تطلع في الباص وراح يصير نفس الموقف، فعيب انه البنت تضل واقفه والناس تطلع عليها، وعيب انها تتعب كمان وانت كزلمه. يعني حركه شهامه المفروض، والاردنيين الشهامه منهم يعني نشامة، شو بده يطلع منهم؟ نشميين. حتى لو كان سواق الباص واحد طماع وبركب ناس كثير، راح تلاقي كل الشباب وقفوا وقعدوا البنات، خلص هذا إشي باي ديفولت افتراضي بيصير على طول، يعني ما في داعي حدا يحكي لهم. حتى بباص الجامعة بتلاقي السواق ضل قاعد الصبية يا شباب، لأنه إحنا كمان كشباب بنقعد الصبية. ليش؟ لأنه لو ما قعدت أو ما ركبت في هذا الباص راح تضلها واقفة، هذا واحد اثنين، ممكن إذا ما رضيت إنها تضلها واقفة راح تأخر ساعتين على بيتها، فبيطلع هذه حركة النخوة من الشباب إنه قاعدوا البنت. وأحيانا بتلاقي شباب بدهاش توقفها بتقعد البنت وهو بينزل، بس أي غالبا بكون بده يظبطها بس مش عارف كيف. كمان حركة حلوة للأردنيين، ما بيسلموا على بعض وهم قاعدين، لا إذا إجا واحد بقوم بوقف له، حتى لو كنت صغير غالبا الكبير بوقف لك عشان يسلم عليك، وهي حركة حلوة وموجودة بالسعودية على فكرة. هذه الحركة موجودة تقديرا واحتراما للشخص اللي جاي يسلم، فما بيسلم عليك وهو قاعد أبدا. هذا غير الكرم الأردني، والله لا يوقعك مع صاحب أردني قابلته بعد صلاة الجمعة حبيبي، أو أي بعد صلاة غدا أو عشاء، يعني الظهر أو العشاء، خودع جير طلع تغدى معي، والله غير تغدى معي، والله غير تعشى معي، خلاص تكبس معه. حاول اقنعه انك والله المرأة عاملة اكل في البيت او انك متغدي، ابدا بفهمش بدك تيجي تغدى عنده، خلص انتهى الموضوع. فخلص تكبس معه انه لا لازم تيجي تغدى معي. طبعا هاي الشغلة بعمان موجودة بس مش كتير، بس وين اكثر شيء موجودة؟ بمعان، الكرك، الطفيلة، الازرق. وعلى سيرة الازرق، غلطت في يوم من الايام وخربت سيارتي بطريقي وانا داخل من حدود السعودية الاردنية. قعدت ساعتين، اول ما وقفت السيارة اتصلت على التأمين قال لي اوكي حنجيب لك سيارة او سطحة تاخذ السيارة تبعتك ونمشي معانا لما نوصلك للمكان. خلال الساعتين كم مرة وقفوا لي اهل الازرق؟ 60 مليار مرة، اقسم بالله يا جماعة كل سيارة وقفت، اقسم بالله. حبيبي ايش موقفك؟ كان خربان السيارة تبعتي، جيرت الله لتتغدى عندي. يا حبيبي تغدى عندك ايش؟ انا سيارتي خربانة بدي اخذها وامشي؟ لا تغدى عندي، نام عندي وثاني يوم بصلحها. كيف انام عندك سيارتي واقفة في الخط؟ والله يا اخوان عارفين عزومة المراكبية؟ لا مش موجودة. هو عن جد بده ياخدك على البيت عنده، يغديك ويصلح لك السيارة تبعتك وتاني يوم تمشي من عنده. والله يا اخوان حرفيا اللي حصلت، وبتحسوا بيها اذا كانت يعني مجاملة ولا حقيقة. هي كانت عن جد حقيقة. طبعا هدول الناس ليش بيعملوا هيك؟ اولا هم هذا فيهم الطبع هيك، هو شاف جده وجد جده والعالم كله يعني هم هيك اساسا شافوها هيك، وهذه عاداتهم وتقاليدهم. بس كمان فلنفرض انه انا سيارتي خربت ولا حدا وقفني، راح احكي زي ما انا حاليا قاعد بحكي عن نشامتهم ونخوتهم وهي الشغلات. نشامتهم تزبط؟ نشامتهم لا تزبطش. عكينا هسه بتجيك هيوش بتقول لك عكيت، وبيجيك مين يوسف العسس وبقول لك عكيت، الله مستعان. المهم نكمل. فبيجوك ناس بيحكوا لك لا لازم نوقف مع الضيف. ليش؟ لانه الموضوع موضوع سمعه، زي ما انا حاليا قاعد بحكي عن نخوتهم مش نشامتهم، وبقول عنهم انهم ساعدوني. لو ما ساعدوني راح احكي هذا الكلام، فيوم عن يوم واحد ورا واحد راح يحكي انه ما حدا وقف لي ما حدا اهتم فيا، فبيطلع سمعه عن اهل الازرق انهم مش كويسين. فالموضوع موضوع سمعه بالنهايه، والناس هناك عشائر يعني عايشين بالسمعه، لذلك
بيض الله وجيهكم وسمعتكم. وعلى سيرة العشائر في إلها جانب إيجابي وسلبي، ما راح أتكلم عن السلبي خليني بعيد عنه، راح أتكلم عن الإيجابي. الإيجابي إنه عادي جدا واحد يقتل واحد بالغلط أو حتى عن عمد ويخلص الموضوع كله بفنجان قهوة. طبعا هذا الإشي مش معناته إنه الشخص اللي مات ملوش قيمة، لا، بل لأنه الناس اللي إجت تشفع للشخص القاتل إنها قيمة، فهذا الإشي بيكبر العشيرة اللي بتقدر تصبح وتعفو عند المقدرة، وبيخلي صيتها في الأردن بين العشائر إنها عشيرة فعلا بتكرم للرجال، زي ما احنا شايفين بعض الناس الآن ما بتكرم للرجال، واللي ما بيكرم للرجال مش من الرجال. فهذه العشيرة لو في يوم من الأيام قالت كلمتها كل الناس تسمع كلامها، لأنها عشيرة تحترم الناس الكبار، وكمان لو احتاجت دعم كل العشائر بوقفوا معها. فحكم العشائر يس موجود هذا في الأردن، لذلك بتشوف طابع المحافظة على الشعب الأردني موجود. طبعا مش كله، بس 90% أو 80% من الشعب الأردني تلاقيه محافظ، يعني مش شعب لواص. لواص بالسوري يعني بلف وبدور تقريبا، هيك إشي صححوا لي إخوان السوريين، رشا صححيني. أما بالنسبة للعيد في الأردن ما عجبني يا إخوان، ليش أحكي لكم؟ لأنه الرجال بيطلعوا بيسلموا على أرحامهم وبيتركوا حريمهم في البيت. فأنا في وقت ما كنت صغير كنت مضطر أني قاعدة مع أهلي في البيت، ويلا أبوي بطالع وإحنا قاعدين في الدار، ومليون ساعة لما يجيك واحد يزورك. وشغلة تانية إنه مثلا لما كبرت صرت أنا أروح أعيد على الناس وعيلتي في البيت، فالناس تيجي بتسلم علي في البيت وأنا مش في البيت. فما عجبني، حسيت هيك داخل في بعضه شوي، أو أنا ما فهمته ما بعرف. لكن الحلو ملاهي مطاعم محلات تلاقي الناس كلها مبسوطة عايشين بهجة العيد، وهذا إشي نادر في الأردن إنك تلاقي الناس كلها مبتسمة، لأنه للأمانة الشعب الأردني عنده شعار كشرتنا بهيبتنا. للأمانة هذه الصفة موجودة عند الشعب الأردني، يعني صعب تلاقي أردنيين قاعد مبسوط. هذه شغلة بتروح تمسكه بتخليه أرجوك خليك صاحبي. آه يس عندهم شوية هيك إنه لا إحنا لازم نكون كذا، توقع الماوس لازم نكون هيك مكشرين وحالتنا حالة عشان نبين رجولتنا، إحنا زلام. تقريبا فاهمين الموضوع غلط هم. فيس بتقدر تروح على مول على مطعم وتشوف الناس مكشرة، ليش؟ لأنه أنا زلمة ما بنفعش أضحك. أوكي من حقه يكشر، الأوضاع في الأردن زبالة، بس يعني خليك تيكت إيزي زي إخواننا المصريين. إخوان المصريين صلاة النبي، شو بدي أحكي لكم؟ الدولار عندهم صار بمليون جنيه ولسه بيضحكوا، لسه في عندهم أمل. أنا عارف إنه أمل ماتت يا مصريين، بس يعني في عندهم أمل إنه أمل تحيا من الموت تبعها، يلا ابتسموا. لكن شهادة حق تنقال بحق الناس اللي أنا عشت معها، عشت 5 سنين في الأردن يا إخوان، والله شفت ناس مجتهدين ومتفانية بالعمل بطريقة لا تصدق. كأنه خربة الرصة تبعتي، والله ما عارف. نكمل. الشعب الأردني يا إخوان فيهم عباقرة، فيهم ناس استثنائيين، لكن للأسف بيجيب الأول على الدفعة وبتخرج وبقعد في البيت، وهذا الإشي والله بيحزنني بيقتلني. يعني في ناس أنا تخرجت معهم بيستحب إنه يشتغل قبلي، لأنه هو مجتهد، لأنه هو فنان، لأنه هو مخه ما شاء الله تبارك الله بجنن. يعني بتلاقي الواحد فيهم تخرج شغال أوبر، شغال كشير في مول، أو سامح مول ما خلاش حدا، طلاب طب بتلاقيه كشير في سامح مول. هذا إشي مؤسف والله. كمان شغلة جميلة هو الانتماء للأردن، وهذا الكلام ما بيفهمه إلا الناس اللي طلعت من الأردن. يعني هو قاعد بالأردن بيكون يسبها ويسب الساعة اللي انولد فيها وحاب إنه يطلع منها، أول ما يطلع منها يا إخوان بصير يقول وين ترابك يا أردن. للأمانة هذا الإشي حصل معي، أول سنتين عشت في الأردن ما عجبتني ما حبيتها، ويلا متى أروح ومتى أطلع ما بدي أقعد في الأردن. بعد سنتين وقعت بالفخر صرت أعشقها، صرت أحكي يا رب ألاقي شغل بعد ما أتخرج هون في الأردن، لأني مش حاب أطلع من الأردن. فعلا بلد بتنحب، طبيعي إنها تنحب لأنها بلد فيها واحدة أو تنتين من عجائب الدنيا السبع، طبيعي طبيعي إنه فيها قبور الصالحين، فيها أماكن سياحية جدا بتجنن، خاصة شاورمتكم يا أهل الأردن. استنوا أقرب لكم، أقسم بالله عندكم شاورما لو لفينا العالم كله، لا تقولوا لي أتراك ولا مش أتراك ولا غيره، شاورما الأردن بالمتومة لغوصها هيك وحط البطاطا، هاي جعت جعت عن جد جعت صراحة. أنا صراحة كمل حلقة يا زلمة، مش معقول الناس قاعدة تستناك وانت قاعد بتخيلي بالشاورما. كرامة الشعب الأردني، الشعب الأردني يا إخوان عنده كرامة لا تتخيلوها، نادر جدا جدا جدا. المايك بعيد، لما تلاقي أردني بيشحت نادر، يعني هذه موجودة بس نوادر. ليش؟ شعب عنده كرامة. أنا أصحابي مهندسين بيدرسوا هندسة، والله بيشتغل عامل نظافة بالليل وبيدرس. كيف يا زلمة إن شاء الله؟ كيف بتلحق أنت؟ كيف تدرس؟ كيف كذا؟ عنده قاعدة مستحيل أشحت من حدا، أنا هذه خربتها. عنده قاعدة مستحيل أشحت من حدا، أنا لازم أصرف على حالي،
أنا لازم أكون مسؤول عن نفسي. فبتلاقي الفقير عايش على قد حاله، مش بيروح بيتدين وبيسلف من الناس. في ناس هيك، في ناس بيتدين وبيدين وبيسلف من الناس، عكة تانية يعني، يا سلام يا هيوش، بيدين وبيصرف أكتر مما بيدخل، فبالتالي بيكون إيش ماشي على حساب الناس. لا، ما عنده كمان إنه والله جاي عبالي اليوم أكل هيك فيلا أكل. لا، في موضوع سيستم وحاسب إنه والله هدول المصاري بدهم يكفوني ليوم كذا. فهم للأمانة بيعرفوا كيف يدبروا حياتهم. يعني الفقير عندهم عايش والغني عندهم الغني طبيعي إنه يظل عايش يعني. ما هو غني يعني، إيش فارق معه؟ لكن زي ما حكيت لكم، أنا رحت في يوم من الأيام عند ناس بيض الله وجههم، ما قصروا. افطرت عندهم برمضان، كنت رايح انام عندهم، افطرت عندهم برمضان فول اخضر، اتسحرت فول اخضر، وتاني يوم على الفطور فول اخضر كمان طبعا، بس تاني يوم على الفطور كان بجانب طبق تاني. فيس شكرا لهم على الاكل طبعا، نعمه الله، بس يس هم بيقدروا يعيشوا على قدهم، وهذه ميزه مش موجوده عند باقي الناس. باقي الناس ممكن يفرفضوا يعني، يقول لك لا هيك مش حياه هذه. فعندهم اعيش على قدي ولا انزل كرامتي لحدا. وانا صراحه بعشق الناس اللي زي هيك، وما بحب الناس اللي بتتبغدد وبالنهايه بقعد يستلف من الناس يمين ويسار ويلا ما يرجع لهذا وينصب على هذا. لا، هذه الشغله ما بحبها. فيس هذه النقطه انا شهدتها بعيني، اردنيين عندهم عزه نفس غير عاديه. كان في لي صديق وضعه المادي مش تمام، فكنت لما اعزمه في الجامعه ما يرضى اني اعزمه اساسا، لانه مسكين ما عنده انه يقدر يرجع لي. فانا كنت افهمه انه انت صاحبي وحبيبي واخوي، انا مش مستني منك ترجع لي، وانا عارف اذا معك راح ترجع لي، ومع هيك كان يرفض. ولما كان يكون معه فلوس يجي يقول لي محمود انا عازمك، مع العلم انه انا ما خلاني اعزمه. فانا بفهم هذه النقطه، فبسمح له مره عشان يسمح لي مره وتمشي المواضيع. كمان ممكن تلاقي واحد منهم بعد ما تخرج راح اشتغل اوبر، واشتغل اشي تاني جنب اوبر، بيشتغل شغلتين ثلاثه في اليوم، ما عنده مشكله، اهم اشي ما يمد ايده لحد زي ما حكيت لكم. وهذا الاشي مش موجود عند كل الناس صراحه، الاردنيين انا اشهد لكم بهذا الشغل. فيس هذه كانت حلقه الاردن، اتمنى يكونني غطيت اكبر قدر ممكن من العادات والتقاليد الموجوده عند الاردنيين، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. واذا حابين نعمل حلقه عن بلد معينه اكتبوا لي بالتعليقات، الا هيوش ويوسف على اساس لا تكتبوا ولا شيء، انتوا اثنينكم حتدققوا لي بالتعليقات على العكات اللي عكيتها. في امان الله.